السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس إينو أرت. هنكمل مع بعض مجموعة لوميون تيمبرو بالعربي من البداية حتى الاحتراف. هناخد حركة جديدة النهاردة، منها هنتعلم إفكت كده في الأنيميشن، وفي نفس الوقت نعرف إحنا ممكن نطبقه إزاي في شغلنا. فبنشوف ناس كتير بتبقى عاملة مثلا بروجكت معين، واثناء ما الشخص ماشي بيروح جاي عند باب ويروح خابط في الباب ومعدي، او ان بيضطر ان هو يقطع التصوير ويجيب مشهد تاني من جوه، او حل تاني انه يبدا يفتح الباب يخليه اصلا مفتوح ويبدا يمشي جوه المكان والباب مفتوح. طب النهارده انا لو عاوز اعمل حركه انيميشن كده ان الباب يكون في البدايه كان مقفول، واول ما ابدا اقرب على الباب يبدا الباب لوحده يتفتح. يتفتح ازاي ده؟ في كذا طريقة، فهنتعلمها ان شاء الله ازاي مع بعض النهاردة. انا جايب 3 انواع بيبان مثلا، وهنشوف ازاي نكسبورت الحاجة دي سواء كانت ماكس او اي برنامج تاني. انا مثلا بشتغل اكتر ماكس، فنفس اللي انا هعمله في الماكس انت هتعمله في اي برنامج تاني، هي الخطوات واحدة عموما. يعني في البداية أنا مش جايب بروجكت كامل، أنا جايب بس مجرد يدوك كأنها حيطة ماسك فيها الباب. فأنا عندي الضلفة بتاعتها هيت، تمام، بتفتح وتقفل عادي خالص، وعندي الحلق بتاع الباب موجودة هوت. فأنا كل المطلوب مني حاجة واحدة، إن هدخل البروجكت ده من غير بيبان أصلا في الأول، وممكن تسيب الحلق ده معاه. يعني انت ممكن تدخل البروجكت بالحلق كده بالحلوق والحيطان، ولكن الباب هتبدا تدخله في الاخر. هتدخل الباب كل ضرفه لوحدها، تمام، عشان كل ضرفه احنا هنتحكم فيها هناك لوحدها. انت بقى والله عاوز تعمل منها مثلا كوبي وبتاع زي ما انت عايز. فسواء كان الضرفه دي بتجرار، او سواء كان باب، يعني دول بابين هيفتحوا مع بعض هناك، او سواء كان باب شقة مثلا واحد بس هو اللي هيفتح. فخلينا نبدأ ان احنا زي ما قلنا هنبدأ نشيل البيبان خالص. وهنبدأ نإكسبورت الفايل ده كـ FBX، وهنبدأ مثلا نسميه اللي هنا الجزء مثلا ده دور 1 مثلا، ريبليس اوكي. هنبدا نرجع بالبيبان بتاعتنا، ولكن هنسلكت على كل حاجه ما عدا البيبان. وبص بقى يا سيدي، اي باب هتوديه هناك لازم المفصله بتاعته دي تكون الجزء البيفوت بوينت بتاع ده، او الجزمه يكون عند المفصلة، ما يكونش الجزم ده جاي لي هنا مثلا كده ولا حاجة. فلما تيجي تلف الباب هتلاقي الباب ده بيلف من النص من هنا كده، لا احنا عاوزين باب يلف من هنا، يفتح من هنا من عند المفصلة. فهتظبطها انت حسب البرنامج بتاعك، طبعا انت عارف الحركات دي في الماكس. وهنبدأ ان احنا مثلا هنودي البيبان دي، وزي ما قلت لك دايما هتخلي حاجتك في السنتر بتاع البرنامج نفسه بتاعك، والبيفوت ديت تكون فين؟ دي عشان جرار فمش فارق، ممكن نخليه من عند الباب. فهنمسح ده مرة، هنعمل له اكسبورت اف في اكس برضو، وهنسميه مثلا الباب رقم 1 وده الجزء اي مثلا. و هنودي الجزء الثاني اكسبورت وليكن بي، تمام. نبدأ نجيب الباب ده، وبرضو هنودي زي ما احنا قلنا كل ضرفة لوحدها، وتأكد من الجزمه. هنخلي البيفت بوينت ديت هتبقى عاملها سنتر كده، وتخليها تبقى في الزد من تحت جدا،
وتروح كمان تبقى في الماكس للاكس. فاحنا كده خليناها تبقى في الاخر خالص. وبالتالي انا من عند السنتر ده هبدا ان انا اخليه يبقى في النص في كل حته. يبقى عندنا البيفوت بوينت فين؟ في النص هنا كده في الجزء ده. انا ممكن ان انا اعمل ايه، ان انا اخليه بس جوه شويه عشان يبقى يعني جوه البتاع دي. او انت ممكن تيجي هنا وتقف كده وتخليها تبقى في النص بالظبط. وبالتالي انت لو جيت قلت دي تبقى في السنتر كده، فانت كده ظبطت الباب بتاعك بقى مظبوط بالظبط، والبيفوت بوينت بتاعتك في النص بتاع يعني الماكس. فلو جينا عملنا اكسبورت الفايل زي ده كده وقلنا له اكسبورت الباب التاني، وخلينا عشان يبقى الباب مظبوط برضو ناخد الجزء التاني من الباب هنعمله نفس القصة. هناخد الجزمة وتبقى في النص ونخليها لتحت، ولكن هنخليها في المينيمم بالنسبة للإكس. اوكي، هنسنطرها في النص بتاع الماكس نفسه. وهنيجي هنا وهنفتحها خليها في نص الحتة الدوران دي. وبالتالي انا لو قلت له بقى ابدأ صفر كده اهو، فبقى الدي فين؟ المفصلة في السنتر بتاع البرنامج نفسه. فهنبدأ نعمل اكسبورت لده، ده الباب التاني الجزء التاني. والباب الأخير بتاعنا على كابتن برضه هنعيد نفس القصة. لازم كل حاجة تبقى متسنطرة كده، والبيفت بوينت بتاعك يكون في السنتر عند المفصلة وفي نص البرنامج بالظبط. يعني هنخليها في المينيموم عشان ده المفصلات هنا في المينيموم بالنسبة للإكس. وبالتالي نبدأ نعمل كده سنترها، وهنيجي برضو ونقف نخليها في النص بالظبط. وبكده بقى النقطة اللي هتحكم فيها في نص البرنامج هي ده اللي هيقراها هناك في اللوميون. وعندي كده الباب مظبوط اقدر ان اتحرك بيه بقى يمين شمال زي ما انا عايز. فخلينا نعمل اكسبورت الجزء الثالث اف بي اكس برضو، ده الباب الثالث. وهنبدا نروح لبرنامج اللوميون. ادي السنتر بتاعنا اهوت. تبدأ تعمل place import. فهناخد المكان كله عموما الأول. هو بيقول لك بقى أنت عاوز تحط الحاجات دي فين، كاتيجوري معينة. فأنا ممكن يعني دي مقلناش عليها تقريبا قبل كده، فممكن أعمل أنا كاتيجوري جديد ويكون مثلا doors خلاص. فهيبقى ده عندي مجموعة جديدة يعني وخلاص، عبارة عن البيبان تمام، بحيث ان انا لو حبيت استخدم بيبان بعد كده هلاقيها بسهولة. طيب هنبدأ نحط المجموعة بتاعتنا كده، وهنعمل تاني import للباب الاول. هنخليه برضو في الدورز، وده الباب الاول اللي هنا. وهنعمل امبورت تاني للباب رقم 2 برضو في الدورز. عاوز تخليهم في اي مكان براحتك يعني، انا بس بقول لك كجزء من التنظيم يعني ليك انت، انك بقى يعني مش كل ما تعمل حاجة امبورت يبقى انت مش عارف هي فين. فلو سبناها كده حتى في العادي مش مشكلة، هو بس كان ايه نوع من التنظيم. اوريك الاثنين بحيث تشوف ان مفيش فرق خالص. هو بس هقول لك الفرق حالا، ان انا لو بعمل امبورت تاني هنا من هنا كده امبورت موديل، ففي عندك مجموعه بقى هو مسميها لك المين الباك جراوند الدورز، فانت بتلاقي خلاص فيها البيبان بتاعتك، في بقى بقيه كل المجموعه دي. فهو مجموعه يعني شغل تنظيم شويه مش اكتر يعني. ناقصنا الباب الاخير
رقم 3 نخليه في الدورز. طيب احنا كده ادينا اي مجموعه خامات بسرعه كده عشان بس نلحق نشوف الدرس بتاعنا، وتعالى ناخد بقى الايفكت بتاعنا النهارده. اول باب هيكون معانا الباب اللي هو الجرار ده، فاحنا لو خدنا الايفكت بس بتاعنا كده، فتعالى نشوف ازاي نعمل ايفكت الباب ده. هنيجي ناخد من ايفكت، هناخد animation، ولكن هناخد حاجة اسمها advanced move، وهنبدأ ان احنا نقول له احنا عاوزين نبدأ نedit، وهنقول له في البداية، يعني في البداية المكان بتاعك زي ما هو اهو، مش هنحركه. طيب احنا كده عملنا key frame هنا خلاص، وهنيجي في الاخر خالص وهنبدأ نرجع الباب ده للنهاية تماما كده. فايه اللي حصل؟ ان انت لو جيت تدوس بلاي بدأ يمشي لغاية ما يفتح كده. طب ده باب واحد. طب لو انا عاوز افتح الباب التاني، هاجي هنا برضو في اول حاجة خالص، وهبدأ امسك ده وابدأ لغاية ما يبقى كده، فكده بقى ليه كي فريم اهوت، واروح في النهاية وابدأ احرك ده بشكل افقي خالص عن الارض كده تماما يعني، يبقى انا كده معايا البابين بيفتحوا ويقفلوا. بص كده الباب بيفتح. طب ده يفيدني في ايه في الانيميشن؟ ان انا ممكن ابدا اجي واللقطه الثانيه دي تكون، يبقى اللقطه الاولانيه انت كنت واقف قدام الباب، واللقطه الثانيه الباب بيتفتح وانت بتعدي من الباب وهو بيتفتح، فانت كده الباب بيتفتح لك وانت بتبدأ تمشي من خلاله وهو بيبدأ يفتح لك قدامك. نفس الحركة اللي احنا عملناها دي، فتعالى نعمل بقى الباب التاني بنفس الطريقة، ولو هنعمل له كليب جديد كده وكأن في حد برضو هيجي من هنا ويجي لغاية ما يعدي الباب ده، ولكن احنا مش هنعمل الحركة اللي بتخش في الباب دي. احنا برضو هنبدأ نعمل الافكت بتاعنا advanced move، ولكن احنا المرة اللي فاتت خدنا الموف، احنا بقى المرة دي هنبدأ ناخد الروتيت، وهو نفس الكلام بالظبط على الارتفاع او ان انت تكبر وتصغر الكلام ده كله. تمام، فانت هتبدأ تيجي على الجزء الاولاني ده، وهتبدأ زي ما انت بزاوية 90، وهتاخد الراجل ده كمان هو كمان تخليه بزاوية 90، وهنروح للآخر خالص وهنبدأ نفتح بقى ده. والله انت عاوز تفتحه لجوه كده، هتديله المقاس اللي يعجبك اهو، ونبدأ نفتح ده كمان. اوكي، وبالتالي برضو انت كده هتلاقي الباب بدأ يفتح لك وانت بتعدي منه. يمكن الباب فتح متأخر شوية، فتعالى نخليه نعدله ازاي. ان احنا بدل ما كان هيجي هنا
ممكن نخليه يجي هنا ويبدا يروتيت اللفه الكامله اللي احنا عايزينها، وده برضو نفس الكلام يروتيت اللفه الكامله. ولما نبدا نروح هناك خالص كل اللي هنعمله ان احنا ولا حاجه، هنسيبه زي ما هو في مكانه كده، مش هنحركه خلاص، او ان انت تمسح دي كده خالص. وبالنسبه للباب دي هتمسح ده كده، فاللي يحصل ان الباب هيفتح بسرعه وهيكمل على كده. تعال نشوف بقى مع الانيميشن بتاعنا او اللقطه اللي احنا واخدينها، هيبدا الباب بتاعك يفتح لك وانت تكمل بشكل سلس جدا. لو عاوز تفتح باب واحد، طبعا زي ما احنا عارفين احنا هنيجي هنا في الانيميشن وهتبدا تحرك باب واحد بس. طيب تعال لو عندنا فعلا مثال ان احنا معانا باب واحد بجد، ادي الباب الفردي خالص. وبرضو ناخد لقطة بعيد، وبالتالي بقى معانا اللقطة دي. هنبدأ ناخد الإفكت Advanced Move، وهنبدأ المرة دي إن احنا نقول في الجزء ده احنا عاوزين الروتيت بتاعته تكون بزاوية 90، زاوية عدلة كده على نفس الزاوية دي، ولكن لما يجي لنص الكليب كده احنا عاوزينه يفتح، سواء بقى كان لجوه سواء كان لبره. مثلا هنا ممكن تيجي هنا تروح مخليه يفتح اكتر كمان، او تيجي هنا وتلغي بقى اصلا دي كده خالص. فهتبص تلاقي اللقطة ماشية ازاي، يعني الباب بيفتح لك اوبا خبط فينا. طيب هنيجي تاني في الانيميشن، وهتيجي عند الجزء اللي انت الكي فريم اللي انت كنت عامله، نمسك الاول الشيب اللي احنا كنا ماسكينه ده، وهنبدا نيجي عند الجزء ده ونمسحه ونخليه بدري كده يبدا يلف لبره. اوكي فكده معناه ان انا ابدا اقرب على الباب، الباب فتح وانا عديت من الباب. الكلام ده يبقى طبعا شكله احسن لو احنا يعني حركنا ناس في الكليب عشان تبدا تحس بالموضوع يعني. فتعالى نجيب شويه بني ادمين كده ونحركهم واوريك برضو ان الادفانسد موف دي ما هياش بس بتاعه ان احنا بنحرك بيها بيبان ولا بتاع، انت بتكبر بيها اي حاجه، تصغر بيها اي حاجه، تحرك حاجات من اماكنها، تلف حاجات، تعمل اللي انت عاوزه بيها. ف هنجيب شخص مثلا من الاشخاص اللي بتتحرك كده، وليكن تمام. لو فرضنا ان الراجل الطيب ده كده احنا نخليه يعدي من الباب ده، وهيجي مثلا هنا كده ونختار الاخر اللي داخل التليفون ده، وهنا نخلي الناس دي واقفة مستنين الراجل اللي جاي. ماشي اوكي، تعالى نشوف بقى الكليبات بتاعتنا ماشية ازاي. فده ماشي كده فتح. السلام عليكم يا رجالة، معلش بس كنا بنحاول نفتح الباب. نخش على بعديه، احنا لبسنا فيه. تعالى يا كابتن، هنبدا نجيب ادفانسد موف ونبدا نحرك مين بقى. هنبدا نحرك الراجل الطيب ده، هو في الاول هيبقى هنا ولا هنبدا في التحريك، نقول له انت تعالى من هنا
وعند الجزء ده لما بيبدأ يفتح كده هيكون هو اتمشلنا كده ودخل في الجزء ده. ويعني بعد كده ممكن يكون مشي جوه خالص، ولكن دي هتبقى صعبة شوية. فخلينا نشوف انه هنا هيبقى ماشي مع الانيميشن ولا لأ. احنا عاوزينه هنا اللقطة دي يكون عدى المسافة دي. تعال نشوف هو هيظهر في الفيديو سريع جدا. برام برام برام. طيب هنخليه يقرب شوية لما هو كان جاي من آخر الدنيا كده. طبعا في البداية هنخليه واقف من أول هنا كده. تعال نشوف اللقطة. تمام بقى طبيعي جدا كده بالنسبة لنا. واللقطة الأخيرة مش كان فينا كابتن برضه؟ أدفانس مود حاجات. مش كان في حد واقف هنا كده؟ وهنيجي في البداية هنقول له والله تعالى يا كابتن انت تعالى لنا هنا شوية عشان الباب ما يجيش في وشك. وعند اللقطة دي كده ايوه تكون حضرتك جيت وقفت هنا. وبالتالي هو هيبقى فيك ولا لا؟ هيبقى فيك. خلينا انت الباب هنا نمسح دي والباب هنا كده تكون حضرتك جيت هنا. شوف كده طيب. وفي البداية ممكن تكون انت قريب شوية يعني بعيد شوية هنا كده احسن. تعال نشوف هيعمل ايه. طبعا ايه دخلنا زقنا راجل. بس يا باشا كده بقى نشوف الراجل هيعمل ايه. طب احنا وقفناه لغاية هنا ما خلناهوش يكمل. فاحنا بقى كده هنيجي نقول له لو سمحت في الاخر تكون انت قول يا انا حبيبي بس كده تكون جيت هنا. فبص الباب بيبدأ يفتح والراجل عدى خبط في الباب ما شاء الله عليه هركليز. انت ينفع ان انت عملت ده؟ انت مش انت جيت هنا خبطت الباب ينفع؟ بعد كده شوية بس يلا مش باحترام كده شطور. بس يا باشا انت ممكن بقى تيجي تخش بقى معاه عشان ما تبقاش انت واقف هنا. ابص كده الكليب بقى ماشي ازاي. الباب بيتفتح له والراجل ده الباب بيفتح. ممكن يكون في ناس جوه مثلا. ده كان ماشي برضه احنا كنا ماشيين معاه. في النهاية الدرس بتاعنا كان عن Advanced Move وتعلمنا بيها النهاردة ان احنا ازاي نفتح بيها البيبان سواء كانت سلايدر كده او انها تفتح ظرفتين او ظرفة واحدة. عرفنا نفتح البيبان ازاي وفي نفس الوقت خدنا افكت جديد اللي هو بتاع الـ Advanced Move. وعرفنا ان الـ Advanced Move انت ممكن تحرك حاجة من مكانها تطلعها او تنزلها تبدأ تغير في السايز بتاعها سهل جدا. تبدأ بتروتيت وطبعا الروتيت بتبدأ تروتيت بقى بأي شكل من أنواع الروتيت سواء كان بيلف حوالين نفسه يمين شمال قدام ورا زي ما انت عارف طبعا. فده الأدفانسد موف إن شاء الله هنعمل بيه برضو في حلقات تانية حلقات برضو يعني اختراعات كده برضو تانية إن شاء الله. سواء بقى كنا نطلع ناس ازاي نطلع واحد سلم ازاي نخلي حد جوه أسانسير. الحاجات دي كلها بتبقى حركات كده مع بعضنا كده بالأدفانسد موف هنعرف ازاي نعملها.
فلو انت حابب تكمل معانا الكورس ده، اوعى تكون نسيت تعمل سبسكرايب اللي هو اشتراك للقناه يعني، وكون مفعل زر الجرس عشان تجيلك بقيه الحلقات الجديده ان شاء الله. ولو عجبتك الحلقه ديت ما تنسناش في لايك، ولو عندك اي استفسار او اي حلقه مش عارف تعملها ازاي اكتب لنا تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعمل لك درس مخصوص نتكلم فيه في الكومنت بتاعك دوت. لو عندك اي دروس نفسك ان احنا نتكلم فيها المره الجايه اكتب لي برضو. في النهاية أتمنى تكون استفدت، وأشوفك إن شاء الله المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.